وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. وقد أعرب فخامة الرئيس الروسي في برقيته عن أطيب تهانيه وتمنياته لجلالة الملك المفدى بدوام الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من التطور والنمو.